ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. إلى صحيح البخاري كتاب التعبير باب القميص في المنام. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو أمام بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون على علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وعليه قميص يجره. قال: وما أولت يا رسول الله؟ قال: الدين. الأول كان رأى اللبن، وكان لبن حياته الأجسام، وكان علامة على حياة القلوب وهي العلم. نعم. أما القميص فأصله في قوله تعالى: وثيابك فطهر، يريد بذلك صلاح العمل وتطهير الأحوال التي كانت أهل الجاهلية تستبيحها. ويقال على المرء نقي الثوب، يعني صالح الدين. وحقيقة الأمر إذا نظرت إلى القميص، فالقميص ستر للعورات، كما أن الحسنات ستر للسيئات. فالقميص ستر وزينة، كما سمى الله تعالى في الآخرة لباس التقوى. فلما كان في الدنيا حرم منها ما كان مخرجا إلى الخيلاء والكبرياء التي لا يجمل لمخلوق مربوب ضعيف لاضطراره إلى مدبر يدبره، ورازق يرزقه، ودافع يدفعه أو يدفع عنه ما لا امتناع له منه ويحميه من الآفات. فوجب أن تكون تلك الزينة في الدنيا معروفة بدليل الذلة وعلامة العبودية، هذا معنى وجود تقصيرها في الدنيا. لما خلصت في الآخرة كان يجره جرا، لأن هو الإشكال هنا يقول: طيب، ما كان يجره، رأى القميص يجره. نعم، يعني يقول عليهم قمص، فمنها من يبلغ الثدي ومنها من يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب، عليه يعني خبيث يجتره يجره. ما بك يا مندو؟ فديتك يا أستاذ، لا بأس تهور حبيبي، شفاك الله عفاك، عجل الله لك بالشفاء. فوجد عمر يجره. فالإشكال أولا القميص، كما قلنا القميص ستر في الدنيا وزينة، ولذلك قال أوله على الدين. فالدين ستر على الإنسان وزينة له في الدنيا وفي الآخرة. الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة، وقال: ما أسفل الكعبين ففي النار. وبين رجلا كان يمشي يتبختر بين الناس كالطاووس فخسف الله به. قلنا المسألة في حال الآخرة، هو أوله على الدين في هذا الباب أن دينه سابق. ولما كان القميص زينة في الدنيا عرف العبد بأنه ذليل ربه، الذلة وعلامة العبودية أن يكون خاضعا لله جل في علاه، لذلك قصر من الثوب إذلالا لنفسه لربه جل في علاه. وفي قوله: أولته على الدين، أصدق الرؤيا كما قلت أن تقع في قلب الرأي. وأوله على الدين لأمور: أولا الستر، الأمر الثاني الزينة، الأمر الثالث وهو تغطية العيوب بالصالحات، والإحسان من العبد بالطاعات والصالحات. لذلك قال: كان يشتره، فقال بما أولته؟ قال: أولته بالعلم. وفيها أن الناس تتفاوت في الإيمان، وفيها أن درجات الإيمان درجات متفاوتة، وفيها أن الإيمان يزيد وينقص، لأنه قال: وجدته يعني رأيت الناس، فمنهم ما يبلغ الثدي، ومنهم ما يبلغ الحق، ومنهم ما يبلغ الركبة، منهم من يجره جرا، وكل ذلك على غرار الإيمان وعلو الإيمان. من كان إيمانه كاملا كان يجره جرا، ومن نقص في إيمانه من شيء نقص من هيئته في ذلك.
ولا يمدح كما قلت القصير، ولا يمدح الذي لا يلبس شيئا بحال من الأحوال، هذا لا دين له. فالمسألة هنا يعني تؤول على صلاح المرء وعدم صلاحه. وكما قلت الإنسان في هذا الباب يقاس على الحسنات والسيئات، لأن الحسنات كما قال علماؤنا يقين السيئات يقين الوقوع فيها لا ريب فيه، فإنه متأكد مستيقن وقوع المرء في المعاصي. كتب على ابن آدم حظه من الزنا ممكن يكون ذلك لا محالة، على غرار ذلك فلا بد أن تكون هناك حسنات ماحيات. فمن كثرت حسناته غطي بثوبه إلى رجليه، ومن قلت حسناته ظهرت عورته وسيئاته. وأعظم ما يمكن أن يكون يعني سترا على الإنسان كثرة الطاعات، أن يكثر المرء من الطاعات. لما خيل للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يقيم الليل، فإذا أصبح سرق قال ما يفعله بالليل سينهاه عما يفعل بالنهار، وده قول الصادق المصدوق. بس طبعا لا بد أن يكون يعني في ذلك مستمرا على الطاعة، الاستمرار على الطاعات. نعم. الفوائد المستنبطة: الستر في الدنيا علامة على النجاة في الآخرة، أصدق التأويل من وقع في إذا وقع في قلب الرائي التأويل، أصدق التأويل من الرائي ما وقع في قلب الرائي من تفسير الرؤية. عليك السلام كده. الإيمان يزيد وأنقص والناس يتفاوتون في درجات الإيمان. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.